ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد. فيديو النهارده ويجز باربيكيو. طبعا باربيكيو انا سمعتها امبارح مع احمد سيد. اوكي، طبعا انا لقيت برضو من امبارح مكتوبه لي من كريم خالد، فلقيت ان هي عليها طلب. انا سمعتها وانا عارف ان طريقه ويجز مختلفه تماما عن بقيه الاغاني اللي انا سمعتها له، زي بتاعت سليني او كان نفسي او الاغاني اللي انا بحبها عامه. اوكي، ونصين الاغاني دي بحبها. اوكي، فطبعا ده راب راب انا عارف، بس انا مركزتش في الكلام قوي. فاحنا هنعمل رياكت على الموضوع ده النهارده، وانت لو مش عارفني اتفرج على الفيديوهات القديمه وهتعرف انا ايه بالظبط وانا مين، فاهم؟ وهتعرف ازاي بعمل، يعني ليه بعمل رياكت على الاغاني العربي. اوكي، ف اتفرج على الاغاني، اتفرج على الفيديوهات القديمه. اوكي، فطبعا انا حبيت ان انا ارجع لحوار 3 فيديوهات، عشان طبعا كلمني امبارح مو على الحوار ده، كان تقريبا مو باف وجوروكا حد فيهم، واحمد السيد برضو كلمني في الحوار ده، فانا حبيت ان انا ارجع الحوار ده. فطبعا انا عارف ان ابو الاروان نزل ديس بتاعه من 10 ساعات. اوكي، ده محتاج وقت لان هو 7 دقايق وشويه. فطبعا انتوا عارفين ابو انوار بيعمل، او الشركه بتاعته اوكي، بيعمل بلوك للفيديوهات التانية لو حد بيعمل رياكت ولا اي حاجه والاغنيه بتاعته فيها. فطبعا عشان ما يتعمليش بلوك، فبقص زي ما عملت طبعا في الجوكر. اوكي، عشان الجوكر برضو اتعمل لي بلوك في الديس اللي قبل اللي فات ده، اللي هو قبل الفيديو ده. اوكي، فطبعا امبارح انا قصيت بقى في الكلام بتاعي بس، فانا هعمل كده في ابو الانوار برضو، لكن ابي يوسف ومروان موسى هنزلهم زي ما هم. اوكي، بلوك مش كوبي رايت. اوكي، بالنسبه للناس لو مش عارف، يعني مش عارفه الحوار ده. ما علينا، خلينا نبدا الفيديو ويلا ليتس جو. ويكس كير هولي هود نيشن. مخك خانك تدس الهود لو تقول انظومة بينا بلاد، فرك الكعب حسستني ان ما بينا بحور. لو بنسقط عندك نعمل بارتي تهور، نقلب بارني باربي تشوف مش بغربي باربي كيو، اغرب البطنة بكف فكور. انا عاجبني ان هو حول باربي كيو على باربي، وبعد كده كيو مش باربي كيو، باربي اللي هي باربي كيو. علينا، محدش مش محدش هيفهمني قوي صح، او ممكن تكونوا فاهمين. لا، باربي 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 وكيو. انا عجباني عجباني يعني، يعني انت لو انا دايما كنت يعني لما بقول باربي كيو كانت عمرها ما تيجي في بالي حوار باربي وبعد كده الكيو، فاهم؟ حلو. اقلب بارني باربي تشوف مش بغربي باربي كيو، اغرب البطنه بكف فكوع، تقلبها قصادي دافع بصابع بطني الوسطاني، شق مطاط انت مرات سبع بطني الوسطاني، تقلبها قصادي دافع بصابع بطني الوسطاني، شق سبع بطني الوسطاني. سيبكم من بطني، بس انا عايز اعرف ايه السبع. هو ممكن يكون قصده السابع، فده يبقى كده السابع صح. ممكن يكون هو قصده ده، او ممكن يبقى ما يكونش قصده ده اصلا، ممكن الله اعلم. بس انا بحاول، انا بفتي دلوقتي. اوكي، مطاط انت مرات سقفك ما بتضربش تحت، نازل في اسالبنا نحت، احنا بحر وهوا ويخت وانت فنجري بق بحت، هوا فشخ عمر العضل معمل بطل، طب فطم يعمل بصر بيف معانا مرمطه، بكسر بالفاسوله بتكسر ملا بشايز اكسرها فل، ادعوا لها بيقارن كابتن ماجد بكابتن بوجبا، ازواق سيبني لعن ابو دفن اسيك مبو ملكي، انت نغن فاك تعصبتني عصبي الوحدة يا صاحبي مش محتاج بيربس، مانيش بيد وبير يا صاحبي فلسه كونفرجنس النقد كان لسه كونفرجنس. اوكي، انا في الكلام ده انا تقريبا ما خدتش بالي منه قوي امبارح. اوكي، لما سمعته بس انا طريقه ويجز، انا اللي هو بصراحه امبارح انا اتفاجئت، اللي هو حسيت ان انا بسمع حد تاني مش ويجز، ودي حاجه حلوه بالنسبه لويجز. اوكي، لان ويجز ما شاء الله عليه، حتى اتكلمت امبارح معاهم في الحوار ده، ان عاجبني دماغه ان هو بيحاول ان هو يعني ما يكونش بس عنده بس الناس اللي عارفاه تكون في مصر وبس على كده وخلاص، فاهم؟ لا، هو عايز يتعرف في كل مكان. غنى مع فورتكس وغنى مع توتو ولا توتو او تاتا تاتا توتو، مش فاكر اسمه، اللي هي مش خالصه. اوكي، وطبعا تعمل لي بلوك. اوكي، عشان الناس بتكتب لها لي تاني برضو. اوكي، فمش مش بايدي والله، مع ان انا الاغنيه عجباني عجباني فشخ، وعجبني اصلا حوار ان هو يغني مع حد من دوله تانية. انا ده عجبني، انا ده اللي كان اصلا نفسي ان حد في مصر يعمل الموضوع ده، ويجز بيعمله، ودي حاجه حلوه يعني، دي حاجه بجد الناس تقلع له الطاقيه فيها كده، اللي هو برنس في الحته دي. ما علينا، خلينا نكمل.
عشان الضداد عشانك صببنا بتوضوئي اسمر سيكا بس مش نوبي شديت حيلي في مجنوبي دمي خفيف زي سلحفة سريع رافايلو ركب حصاني من غير سيرجو اخترته عجبك حق هعلم فيك لامتى سريع رافايلو ركب حصاني من غير سيرجو اخترته عجبك حق هعلم فيك لامتى يا صبر ايوب بتشبه نفسك بحيوان مركوب سالب حمار ونوب مستنوش الاولى تفشل جايين ببلان بي هنود بهاتف خرى معاهم زي المهاتما غاندي كلامك ما يكونش معايا جيب لي عسر هض رياضي خالص لاعب 11 9 بطن كبير بجد ميرسي مواليد 8 و9 9 بطن قليل 9 بطن قليل اوكي 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 انا 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 انا, أنا بقالي كتير بعيد عن الرياضه اوكي ف صباح الفل تاخدوش كلامي جد اوكي صباح الفل خلينا نكمل I'm the one you need the crown of the scene for real شكلك كوجر مش مهم فرق السن بيننا صعب توصل حلمك اوردر اوبر صعب تسعى العشرة فش نشف جبت الباقي عشست فيك غيري بنت لجوء جنسي في السوفيتي ظهرك حفر وينش انا وبس انا ولك منوبة لحد ما يخلص الشيف تنفضك من كوكب لكوكب الفتيات بيتش بليف كوكب الفتيات انا عاجبني ان هو جايب رافائيلو جايب شوية كرتونات مع بعض انا عاجبني فشخ عجبني فشخ انا امبارح على فكره اقسم بالله ما كنت اصلا مركز انا كنت مركز مع الطريقه بتاعته بطريقه الراب بتاعه اللي هو في نفس الوقت كان عندي علامات استفهام امبارح يعني انا كنت بسمعها طبعا من كل ده ما كنتش مصوره كان المفروض اصوره بس ما صورتوش اوكي مع ان انا غبي فشخ المفروض اصوره ما علينا بس هو حصل كده بس انا كنت اللي هو مركز عايز يعني عارف انت اللي هو عايز اعرف هو ده ويجز يعني هو ده ويجز فعلا يعني فاهم انا كنت مستغرب فشخ فانا انا عجبني ويجز في حوارات كتير مع اني ما كنتش بحبه في الاول تخيل ما كنتش بحبه نهائي سبحان الله معلش خلينا نكمل وزن لساني تقيل بتتضيق ضرب نيل وبيفيد بيك نهر النيل سوسيو والهود لاتيني انت اجنوستيك لاديني بس استك رابر تتشاهد لما راسك تيجي في ايدي فاكر الاي بي سي دي لساني بليغ كافكاتشيكي لابسكو في رجلي بتيجو جواز زي ايزي وكيكي ترعى غنم جنب الترعى على عجب من حجم الترمى عايز اكتب لك ما انا بكتب لك ضروري تبرد انت في بركه مرعبين ناقصكو شركه حذر قاب مش هاجي اقول لك بخ يا بربك نخلع وركك تتحشم مش بنقول لك كخ انتم شنفوا شلحفوا اشربوا البحر وحلوا برمله اتولدوا في قبره هون من لما يهون عليكوا العيش والطاف كله جاي عليا بالظهر هنقنكم بس الصبر ملك الحلبة عليكوا العيش والطاف كله جاي عليا بالظهر هنقنكم بس الصبر ملك الحلبة بص طن 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 شكل شنبة هو بيقول كلهم جايين عليا بالظهر هنولكوا بس عليا بالصبر حاجة زي كده صح؟ جاي عليا بالظهر هنقنكم بس الصبر هنقنكم حاجة زي كده تقريبا عارف ما علينا ملك الحلبة بوس طن 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 شكل شنبك عرس دي برضه قعدت اضحك عليها امبارح شكل شنبك عرس ضحكت عليها فشخ امبارح اوكي ده الفيديو خلص خلاص اوكي هي بصراحة اخر حتة دي اللي عجباني هنقنكم بس الصبر ملك الحلبة بوس طن 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 شكل شنبك عرس بس دي احلى حتة في الفيديو بصراحة احلى حتة قصدي في الاغنية ما علينا بمناسبة اوكي انا مش عارف اذا كنت انا قلت ولا لا عشان انا ذاكرتي قد كده قد كده انا رايي ابو يوسف قد كده ما علينا معلقة معايا مش عارف ليه يعني حتى من قبل ما اصور عمال اقول قد كده مش عارف ليه ما علينا صح افتكرت في ناس هتعمل معايا رياكت اوكي يعني مثلا زي امبارح زي ما انا سمعت كده مع الناس اوكي ممكن حد يكون معايا يسمعني اغاني جديده الله اعلم على حسب او يكون انا محضر مش عارف على حسب اوكي ممكن يكون عنده اغنيه حابب ان هو يسمعني برضو يعني عامه في الديسكورد هنتعامل مع بعض اوكي وفي نفس الوقت برضو هنلعب برضو امانج اس تقريبا حاجه زي كده برضو يعني دي لسه جايز بس اللابتوب لان اللابتوب ما فيش مساحه خالص اوكي طبعا كلمت اخويا النهارده عشان يشوف لي موضوع المساحه ده عشان اللابتوب بتاعه فانا مش هقدر اتصرف في اي حاجه هو لو حابب يمسح حاجه ولا اي حاجه فده اللابتوب بتاعه مش بتاعي فعشان كده كلمته النهارده قلت له عشان محتاج مساحه وبتاع وهو تقريبا نزل ببجي مش عارف بقى اذا كنت جايز العب ببجي الله اعلم انا ما لعبتش ببجي خالص ولا مانجاس اوكي فجايز مش عارف وجايز تكون موجوده في
يعني نزلها في القناة. هي القناة هتكون فيها حاجات كتير اوكي قدام، فانت لو حابب ان انت تكون معايا في الفيديوهات اعمل ديسكورد برو، يعني كده اوكي، وهنستمتع مع بعض ونضحك وبتاع وصباح الفل اوكي. بس كده، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولكم يلا تشوس. Boom!